ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. خدمة اتصالات الشفقة. تلك اللحظة العجيبة التي قبل ما يرن فيها الموبايل أقل من لحظة بيلمع وبعدين بيقوم بواجب الهز أو الرنين أو التنغيم. وما في شك أنكم جميعا خبراء باللمعة الخاطفة. بيجوز في منكم مين بيلمع موبايله بيلاحظه وبعدين بيرن، وبيجوز في منكم بيلمع الموبايل تبعهم بس ما بيلاحظه لحتى يرن أو يرج أو يهز، وبيجوز في منكم بيلمع موبايلهم وبيرج وبيهز وما بينتبهوا له. وفي ناس وهدول مو منكم بالتأكيد بس بتعرفوهم بيرن موبايلهم الرنات العجيبة وما بيسمع، أما ما بيفيق من النوم وأما بيكون بعيد عن نومه مضطر يحطه بجنبه لو شو ما صار. وفي ناس ما بيرن موبايلهم بنوب لأنه بيكونوا قافلينه، وفي ناس بيعطي موبايلهم إشارة، وهدول جماعة السوبر كليب من هاربين من وجه العدالة الزوجية وديون السوبر بقالية. وفي سوبر كليب تبع شوفت الحال، وفي تبع راحة البال، وفي اللي ما بيرن موبايله غير بالمناسبات، ومو ضروري هالمناسبات تكون عامة، لا مناسبات خاصة فيه تحديدا، حتى بالعيد ما بيرن موبايله، لكن مع ذلك بتشوفه كل شوي حمل موبايله من على الطاولة وفتحه ليتأكد إذا كان في شي حدا متصل فيه. بتقله لك إنه أبو شريك كل شوي عم تطلع على الموبايل، بيقول لك إنه ما في شي بس عم يلمع عليه الموبايل، عم بيشوف بكل لحظة تلك اللمعة التي تشاهدها على موبايلك قبل أن يرن. بس المشكلة عند صاحبنا إنه موبايله بيلمع وبس ما بيرن، موبايل تبكي أرقامه كل يوم وهي ترى نفسها في تركيبتها هذه مهملة، مع أنه الأرقام اللي بتشبهه ما بتفضى طول النهار من الرن وطول الليل من الهز. لا أحد يطلب مني رقمه لأن خدمة اتصالات الشفقة لم تتفعل بعد. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.